350 ألف مغربي دفعوا لكندا في يومين. أو كيفاش زعما؟ وعلاش بالضبط كندا؟ داكشي علاش درت هاد لا فيديو باش نوريكم كيفاش تقدروا تطلعوا فورما في سيمان. لا ماشي هادي المعيشة في كندا، غنختصروها في جوج حوايج، المدخول والمخروج اللي هما المصاري زعما. في المدخول غنهضروا على الخدمة، فلوس شحال تقدر تربح في الشهر، واليوم غنبارطاجي معاك حتى لي اكسبيريونس اللي دزت منها انا شخصيا. وفي المخروج غندويو على الاساسيات، الكرا، الماكله، ترونسبور والتليفون. والتليفون داكشي راه ما مخرجتش هنا. انا نقول لك الخدمه اول حاجه خصك تعرفها هو انك جاي لبلاد الخدمه وما ضربتي 7600 كيلومتر حتى باش تكون سبع وتفكر في مستقبلك. اما الا كنتي غضرب تمار ديال داك البروسيدور باش تجي تزها واللي دخلتيه تخرجوا، راه والله ما كاين محسن من المغرب، خاصو غير الفلوس اصاحبي. انت ولا انت ملي غتجيو لهاد البلاد السعيده سواء غتكون ايتيديون وغيكون عندك الحق تخدم 20 ساعه في السيمانه، سواء غتكون ترافايور ولا ريزيدون وهنا غيكون عندك الحق تخدم طون بلان اللي هي 40 45 ولا حتى 50 ساعه في السيمانه كيف ما تندير انا. وبيان سور الا كنتي ايتيديون راه ما تبقاش ايتيديون حياتك كامله. في كندا كنتخلصوا للساعه والسالير مينيموم هو 14.25 دولار للساعة اللي هي حاليا 108 دراهم. كندوي على اقل سالير تقدر تخدم به، يعني الا حسبناها الشهر ودرنا شويه لا ماجي ايتوديون غتجي 1140 دولار الشهر 20 ساعه في السيمانه كضربها غير في الويكاند. وترافايور غيضرب 2280 دولار. وبيان سور حتى كندا غيديروا لك شويه لا ماجي وغتلقى باللي بقات غير 1000 دولار ليتوديون و2000 دولار للترافايور. طاكس هادو اقل سالير يقدر ياخذ شي واحد هنا في كندا. وبيان سور راه كاينين المغاربه اللي كيطنطنوا 20 30 40 50 دولار الساعه وانت طالع. الله يسهل على كل واحد يا رب. انا غنحسب لك بالمينيموم باش نحيد داك لودوت اللي كيكون عند الناس قبل ما يجيو هنايا. واش غنقدر نصوفي راسي؟ اه غتقدر. واش غنهز راسي من النهار الاول؟ اه. واش غنبقى نحتاج فلوس من عند دارنا؟ الا. واللي شاطط بيان سور فوق هذا المينيموم وبيان سور راه غدير الدوبل وان شاء الله اكثر، راه رباح وخير من عند الله الحمد لله. هذا مسمار وطرقناه. غتسولني بحالاش هاد الخدمه؟ سولني سالو بونجورني بونجور يلا سون صافي. انا غنبارطاجي معكم اول جوب ليا هنا في كندا. جو عند الضياف، هذا هو الصالون ديالي وهادو ضياف. دابا هادو ناس الفام جايين من المكسيك ولا من لاميريك، عندهم غا دو جوغ تخوا جوغ هنا في مونريال، خاصهم يكتشفوا معاهم ان دي توريستيك باش يكتشفوا هاد البلاصه اللي كنصوروا فيها اللي هي مون رويال. وبيان سور انت ولا انت اول ما غتجيو هنا لمونريال راه غتجيو لهاد البلاصه وغتاخذوا فيها دي فوتو دو سوفونير اللي غيكون من احسن لي فوتو اللي غتاخذوا في حياتكم ان شاء الله. على ما يساليو ما فيها والو، نبارطاجي معكم الغد. ايوب I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. كنصوروا لكم الفلوغ من هنايا وهذه هي لافي اللي اون باس معانا. كنا بغينا نصوروا ولافي مورانا ولكن ما حسبناش حساب الشمس حيت ما يمكنش نصوروا فلوغ كامل كونت سولي، غنبانوا تحليل وما غاتبانش الكاليتي، ما يطلعش الكاليتي ديال الفلوغ. وهذه هي مونريال كامله اللي مورايا، واي واحد كيحلم يجي هنا يا ربي تعالى لي واحد النهار ونجمعوا ان شاء الله كاملين هنايا وناخذوا تصويرات كاملين هنايا. الله يسهل لكم يا ربي. قولوا امين، انتم قولوا امين. ما بقى حتى واحد، قلنا غنبارطاجي معكم اول جوب ليا في هاد البلاد. مشينا. المهم كيف ما قلت لكم هاد البلاصه اللي مورايا تبان لكم الليموني والصفر هو الريستو اللي خدمت فيه عام ونص اللي جيت هنا لكندا واللي عاوني بزاف باش وقفت على رجلي. ابارتا الريستو دابا 9 الصباح كيكون ساد، ولكن ما غنخليوكمش برا، عيطنا للريسبونسابل باش يحل لنا الباب اونيكمون بوغ نو باش اننا نقدروا نفلوريو لداخل وما نخليوكمش نتوما في البرد. يلا مشينا. لا بريزونس ديالنا حنا هنا ماشي بوغ لا فيزيتي، انا جبتكم باش نقربكم من الاجواء ديال الخدمه والاجواء اللي غتلقاو حتى نتوما. اول حاجه غنقولها لكم باش بلا ما يسولني شي حد في الكومنتيرات، حيت بويست انني خدمت في الماكله غتقول لي واش الماكله حلال حرام وهنا كلشي كيدار بالبور. اول حاجه غنبارطاجيها معكم هي خدمت في ريستو اللي 100% حلال. هذه هي اول نصيحه
نقدر نعطيكم في كندا، حيت الاغلبيه ديال الدراري المغاربه كيجيو يخدموا في لا ريستوراسيون. يعني حاولوا تبعدوا على ماك، حاولوا تبعدوا على دي كومباني اللي ما عندهمش 100% حل، حيت الحلال هو اللي كيدوم. عندنا هنا لاكيس، وانت ملي غتجي هنا سواء غتكون كيسي سواء غتخدم في لاك ويفي الداخل، وبيان سيغ كتبقاو تسويتشيو بيناتكم، وهذه هي لاك ويفي الداخل، الساندويتش كيخرج من هنا وكتعطيه للكليون هنا. هي ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف، ولكن كتبقى ترونكيل وخدام مرتاح مع راسك. يعني نسى عليا داك التماره ديال الريستوراسيون اللي كتكون في المغرب، فريمون شي حاجه اللي ساهله بزاف بزاف. ابار سا والله تتكومونديو شي حاجه، هل من قدامكم يلا اختاروا شحال بالخاطر. نزيد واحد برجر تخيو ولا سول افيك تخي ماشي. كونسيرنون لي صوص الجيريان بيبي ساموراي حار عليك ماشي مشكل. لا ما كنديروش الهريسه سمح لي، عطر بواسون فاو. هذا بواسون ديال من عندي، هي العلبه السحريه هنا في كندا. تيبس في الوقيته ديال لا كوموند كتحكم على راسك الساندويتش اللي غيخرج. هذا هو البوربوار عندنا في المغرب، الا حطيتي شي لعيبه كيخرجوا لك ساندويتش، الا خليتيها يا بحال واش يخرج لك هذاك الساندويتش اللي غيخرج لك فيها الخص. ابار هادشي تيب شي حاجه اللي مهمه عندنا في كندا واللي ضروريه، وهي سيتين كولتور اللي تربوا عليها هنايا. ميم بلوس شي واحد يجي كوموندي وما يخليش لك اومون 2 3 4 دولار. هاد الجوب اللي كتشوفوا فيه نتوما عادي، واللي ابسط جوب هنا في كندا يقدر يديرو اي واحد، ما تحتاج لا كومبيتونس لا ديبلوم. كتجي في اي دومين ديال ريستوراسيون كيديروا لك الفورماسيون، كتعلم كل شيء ميم با اون سيمين. وبهاد الجوب اللي بسيط واللي ما فيهش بزاف التماره، كتقدر انك تخلص كراك، تخلص ماكلتك، تخلص شرابك، تخلص ترونسبور، تخلص اي حاجه غتحتاج هنا وتشيط في الشيء. وهذا الشيء باش زوينه هذه البلاد. ومن المهام اللي خصنا نديرو كل صباح نسيتي نحيو الذكرى ديالي. جيتي حتى لهنا حلك الباب وما دير شويه ديال الصواب. المصروف الكرا هي هذيك، زيد ترونسبور، زيد هي هذيك، زيد هي هذيك، بقى وحده الماكله الكرا. هذا الصراحه ماشي مصروف، هذا هو الشريط ديال حياتك هنايا. وكوم ديبار النصيحه اللي نعطيك، بدا بكولوكاسيون سورتو الا كنتي ايتوديون. كاملين بدينا بكولوكاسيون هنايا، واغلبيه ديال الدراري باقين مع صحابهم، سواء غيكون عندك شي صاحبك مغربي هنا سواء غتعرفو في القرايه ولا في الخدمه بيان سيغ، حيت غترجع لك موانشيغ بزاف على الا كريتي بوحدك. وبلا ما ندخل في لي ديتاي ديال لي طاي ديال ابارتمون، ديتاي ديال لي طاي عجيب، غنديروه فلوج راسو ديال هاد النقطه، حيت راه بوحدها بحر. يعني خلي غير ابوني في لاشين غيوصل كلشي لعندك، ليفريزون غراتويت. المهم هو اون كولوكاسيون غتعول من 400 دولار مينيموم حتى ل 600 دولار الماكسيموم. خذ هاكم انفورماسيون و اون ميم طون كنصيحه ما تفوتش 500 دولار. ابارتمون 1000 دولار دو بيرسون غير مشايرين. تليفون ترى داكشي ديال خصوص، واحد الحاجه عمرك تقولها انا باغي غير النمره بلا ابونمون، هادشي ما كاينش هنا، ضروري لابونمون، وكيكون فيهم اس ام اس وابيل ايليميتي. وبيان سيغ كاينين بزاف ديال لي كومباني، مي لا موايان راه غتكون اونتر 40 و 50 دولار ماكسيموم، على حساب انت شحال غتحتاج من جيجا. كتكون فيها ابل و اس ام اس ايليميتي، ومن 15 حتى ل 20 جيج، على حساب انت والكونسوماسيون ديالك. وهذا الشيء راه كافي وفايتك الهال. ندوزو للترونسبور، في مونريال كاين المترو والبوس، ما غندوش على لي فواتور حيت فريمون كاينين بزاف ديال لي بوان، لاسيغونس، لي بلاك، اسونس. وهاد لي ديتاي ديجا كنبارطاجيهم معاكم في لي ستوري سيغ انستا اللي غتلقاوه في الديسكريبسيون تحت. البيس والمترو نفس الحاجة هنا في مونريال، كاين ابونمون اللي تقدر تخلصو باغ موا، كيتقام 56 دولار لاتيديون، 94 دولار ترافايور ولا ريزيدون. كيعطيوك اون كارت اوبوس، ها هي فيها اكسي ايليميتي للبيس والمترو، غتحرك اسيدي. الا لا اخر حاجه واللي هي الماكله، بيان سور كل واحد وكرشو، مي لا مويان باغ بيغسون راه غنفيكسيوها في 200 دولار باغ موا، اللي كتبان ليا كافيه، ا كونديسيون تكون كتصوب ماكلتك في الدار، سينو دير 200 دولار ما غاتكفيكش حتى لاون سيمين الا كليتي في الزنقه. وإلا درنا شويه ديال لا ماجي ثاني غنلقاو التوتال ديال لي شارج مويان من 700 حتى 900 دولار ماكسيموم. الا كنتي ايتيديون سيدي اقل سالير في كندا وخدام غير الويكاند راه مخرج. اما الا كنتي تخدم طون بلان ويلي 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 لي زيبارن، لي زيبارن شي حاجه ضروريه، فهمتوا كلشي. اللي عنده شي كيسيون كيف ما كانت يخليها ليا في كومونتير، راه كنجاوب عليهم كاملين. سينو الا ما كانت عندك حتى كيسيون حتى انت غتخلي ليا كومونتير على السوجي اللي بغيتي في لا فيديو الجايه. واحد جاي من التحت وابوني وشي مقادير دايرينهم هنايا يوتيوب لتحت.
والله يسهل عليك انت ولا انت وعلينا كاملين يا ربي. تهلاو.